أسول دربح في اللون ما حبيتونا لا شاني وقيم في ذا متقات ولين بلاروسات بوساقيا إن شاء الله كنت تعجب أتصفح مفيس مني احلى صباح لاحلى الناس حبيباتي، مرحبا بكم في قناتكم قناه لوتي منى. اليوم راح نقدم لكم باذنجان بطريقه مغايره وجديده باش ان شاء الله توكلوه لولادكم. على بالي في هذا الوقت باذنجان ما راهش غالي، راه رخيص، دونك على بها راني نقترح عليكم هذه الطريقه باش ان شاء الله راح يجوزكم الى دخل بوست ان شاء الله. هنايا دونك عندي زوج حبيبات باذنجان كبار، نتوما الكميه كيما تحبوا، غسلوه مليح، خليوه شويه في الماء، فيما بعد نروحو نقطعوه ونصبل ان شاء الله. هنايا عندي دي بات، انا عندي لازانيا، نتوما ما عندكمش لازانيا ما فيهاش اشكال حبيباتي، ديروا اي نوع من المعكرونه اللي عندكم في الدار، تبعوا برك الطريقه. ولا درتو معكرونه واحده اخرى ننصحكم باش تغليوه حوالي 3 إلى 4 دقائق قبل ما ديروه في الوصفه تاعكم. لي لازان راح نديروهم ديريكتومون، لي ما عندهمش لي لازان راح نديرو معكرونه اعيد في الاعاده افاده، معكرونه عاتيه راح نغليوها ولا نسلقها حوالي 3 إلى 4 دقائق قبل ما نديرها في الوصفه تاعي. هذا هو المقدار الجديد راح نديرو في هذه الكيفيه، وبه ان شاء الله راح نوكلو الباذنجان للاولاد تاعنا. نروحو بعد ما نقطعو دونك الباذنجان تاعنا شرائح باش ما نديروش في الزيت باش ما يكونش غني بزاف بالدهون. دونك واش ندير، نقطعو راح نسقيه، ماشي نسقيه نونو، راح نحاول دونك نجوز عليه بالبانسو بهذه التتبيله. واش عندي في هذه التتبيله حبيباتي؟ عندي شويه كركم، عندي ملعقه صغيره تاع فلفل احمر، عندي ثوم، عندي توابل عفوا تاع الباربيكيو، نتوما ما عندكمش البنات ما ديروش، ليس اجباريه. عندي ملح، فلفل اسود، الاعشاب المعطره، شويه تاع الزنجبيل. هذا واش ندير انايا في التتبيله تاعي. بيان سيغ راح ندير حوالي 3 ملاعق كبيره تاع الزيت، اي نوع من الزيتون، الزيت اللي تحبوه، زيت الزيتون ولا زيت المائده، كل واحد يدير حسب الرغبه وحسب واش كاين في الدار. كيما نقول لكم تولفة المرا الشاطره هي المرا اللي دونك تخدم في المكونات اللي تلقاها في دارها. ماشي ما لقيتش مكون ولا ما عنديش مكون ما راحش نطيب، سي نطيب ونعدل في الكيفيه كيما نحب حسب المقدور تاعي. دونك راح نخلط كاع المكونات، نقطع الباذنجان تاعي وديريكتمون ندهن الباذنجان تاعي في سنيوه اللي تروح للفور بالبانسو، وندخله الفور باش يطيب شويه. هاوليك دونك الباذنجان تاعنا البنات مع بعد ما درتو في السنيوه اللي تروح للفور، دونك بديت درت ورق زبده وطليت بيا الباذنجان تاعي بهذيك التتبيله اللي درناها انصوم. لهنايا احنا نرميه للفور دونك برك يحتيد بالشويه ويشرب بيا التتبيله، ونخرجوه ونديرو الصلصه معا ان شاء الله. راح نديرو عفوا صلصه الطماطم بلو فيون داشي اللي نحب يدير بيه، يدير بالبلون دو بولي، كل واحد يدير حسب الرغبه وحسب الامكانيات. اللي ما عندوش اللحم تقدروا ديروا باكي سامبل صوص طوماط وتكون ما شاء الله عليها، والوصفه ما راحش تبدل، الذوق راح يبقى ما شاء الله. سي بارتي لي في. دونك بعد ما طيبت لاصوص تاعي دونك كيما تحبوا بلا فيوندا شي بلون بولي بلو طون، كل واحد يدير واش يحب. دونك هنا نبداو للتشكيل. هنايا في المول تاعي درت طبقه من لاصوص طوماط تاعي، هنايا درت زوج اوراق تاع لازانيا، وراح ندير عفوا راح ندير لوبرجين تاعي. اسمحوا لي راني نخدم بيد وحده ونصور باليد الاخرى. هاوليك بعد ما خرجته من الفور فوالا اوب، هاوليك طبقه تاع لوبرجين، نعاود ندير طبقه مليحه تاع لاصوص طوماط. فوالا اوب،
نعاود ندير طبقه قبل ما نديرو طبقه تاع لي بات. هنايا لي حبيت الجبن المبشور، زيدوا شويه تاع الجبن المبشور اي نوع اللي تحبوه المتوفر في الدار. اللي ما عندوش ما يلقاش مشكل، ما كاش اشكال البنات ما ديروش الجبن المبشور. نعاود طبقه على زانيا اوب ونكمل العمليه اوب حتى نكمل كاع الكميه التعيب بهذه الطريقه. مرحبا، ديروا طبقه مليحه تاع الفخوماج اي نوع الفخوماج اللي عندكم يكون صالح، ونديروه للفرن نخليوه يطيب على غرضه على 180 درجه وتاكلوه بالصحه والراحه.